احتفلت خلوة علي أبي طالب لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية الواقعة الشرق مدينة بلتنغ بقرية جروف بحوالي 55 كيلومتر بتخريج الدفعة الثانية البالغ عددهم 58 حافظا لكتاب الله تعالى. بهذه المناسبة تحدث الرئيس اللجنة المنظمة محمد بقاري إبراهيم عبد الواحد، عبر عن شكره وامتنانه للحضور كل من ساهم ماديا وفكريا من أجل نجاح هذا الحفل. هذا وقد تحدث مدير خلوة علي أبي طالب الشيخ إسماعيل صابون عثمان، شكر كل الذين وقفوا مع الخلوة القرآنية حتى الوصول إلى هذا المستوى، موضحا بأن هذه الخلوة منذ تأسيسها خرجت الكثير من حفظة كتاب الله تعالى، كما أوضح عن الصعوبات التي تعاني منها الخلوة. فإن الخلوة تحتاج إلى الماء صالح الشرب، الغرف السكن. بدوره رئيس اللجنة الإسلامية بأقليم وادي فرع الشيخ علي محمد عبد الواحد شكر إدارة الخلوة على ما قامت به من جهد في تعليم أبناء المسلمين للقرآن الكريم، وقال أن الأمل للإسلام مسؤولية الجميع، وأن هذه الكوكبة التي تخرجت بلا شك تساعد الوطن من أجل تكوين جيل نافع متربي على الأخلاق الإسلامية، مناشدا من الجميع التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما ناشد من ذوي الأيادي البيضاء الإنفاق في سبيل الله لتوفير ما يحتاجه طلبة القرآن الكريم. ونشير في نهاية الحفل وزعت شهادة للخريجين البالغ عددهم 58 حافظا لكتاب الله تعالى.